البطل الدولي في الملاكمة عبد الأمير سلمى مثال صارخ على إهمال الرياضة والرياضيين والقامات التي رفعت اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، حيث بات عبد الأمير يعاني في الأزقة والشوارع برفقة ستوتة بسيطة لكسب قوت يومه والبقاء على قيد الحياة من خلال جمع الكرتون والبقايا. مارست هذه اللعبة سنة 72 في نادي الزوراء، وكنت مع الناشئين واخذت بطولة الناشئين سنة 74، بطولة العراق، ماخذ بطولة عالم عسكري 76، أنا على الجيش انسحبت، منتخب وطني 86. الملاكم عبد الأمير سلمان بعد أن تقطعت به السبل في دعم حكومي يحفظه من السؤال ويلبي حاجاته المعيشية، عمل حمالا لسنوات طويلة، ثم تكالبت عليه الأمراض فبات يجوب الشوارع بحثا عما يمكن أن يباع ويوفر لعائلته بعض احتياجاتها. صار عندي مفاصل بظهري وهاي، قمت ما أقدر، فقمت ما اشتغل ب6000 اتراكل بيهن وهاي وارجع للبيت ب2000، فاستخدمت هاي الشغله بالستوده، قمت الم كراتين، اي والله الم من السوق من الهاي وبيع حوالي ب11000 وهاي والعيشه دارجه. ويأمل عبد الأمير من خلال قفازات الملاكمة وصور بطولاته التي يزين بها ستوتته أن تلتفت لحاله السلطات، وخاصة بعد أن بات مسنا مريضا. يوم على يوم قاعد تتعب مفاصلي وهاي، حد شغلة الكراتين مدى أقدر لها يعني، وهاي شغلتي اللي أرجو من الوزارة معالي الوزير يباوع عن شخص وضعيتي. وفاقم حسرة عبد الأمير أن وزارة الشباب والرياضة لم تكتفي بالتخلي عنه، بل قطعت راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه مقابل ما قدمه للرياضة آنذاك، وباءت كل محاولاته لاستعادة راتبه بالفشل لأن أحداً لم يسمع شكواه.